افادت مصادر دبلوماسيه ان تصويت مجلس الامن الدولي بشان الوضع في غزه ارجئ مجددا الى اليوم الاربعاء بعد اجراءات وارجاءات سابقه متكرره للسماح بمواصله المفاوضات بشان مشروع القرار المقترح. ودعت المسوده الاخيره التي اعدتها دوله الامارات الى تعليق الاعمال القتاليه في القطاع لادخال المساعدات الانسانيه. Israel must stop blocking the entry of aid and allow life-saving assistance into the Gaza Strip.